خلاص الأجازة خلصت ورجعنا تاني للدراسة، ويرجعوا الأولاد تاني للصحيان بدري عشان يروحوا المدرسة. طبعا أولادنا خلال الأجازة كانوا مقضينها لعب وفسح طول النهار، وإنترنت على الموبايلات طول الليل، وتلفزيون، وطبعا كل ده لازم ينتهي. طبعا أولياء الأمور كمان بيعانوا معاناة كبيرة في إعداد الأولاد لجو المدرسة والدراسة، وخصوصا إن الأمهات اللي مش بتشتغل هي كمان متعودة تقوم من النوم الظهر. فهنتكلم النهاردة إزاي نأهل أولادنا ونفسنا للدخول في مود الدراسة، وكمان هنتكلم عن ظاهرة خطيرة جدا بتواجه أولادنا في المدارس، وهي ظاهرة التنمر اللي ممكن تدمر نفسية الطفل اللي طفل آخر تنمر عليه، بتدمر نفسية الطفل اللي بيتعرض للتنمر من الأولاد الآخرين. هنعرف إزاي نعلم أولادنا إنهم إزاي يتجنبوا هذه الظواهر لو تعرضوا لها، وإزاي نعالجهم منها. هنعرف كل ده من الدكتور عبد المحسن ديغم، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أهلا بيك يا دكتورنا العزيز. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إزيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. نتكلم الأول على المدرسة، لأن ده مش هياخد وقت طويل زي التنمر. يا دكتور، للأسف الشديد إن الأمهات قبل الأطفال بتصحى من النوم الساعة 3 الظهر طالما ما عندهاش شغل، زيها زي الأولاد، والأولاد بيقعدوا للصبح سهرانين، وبين يوم وليلة الولد المفروض يصحى عشان ياخد الباص بتاع المدرسة أو يروح مدرسته الساعة 6 الصبح، ولازم يكون فايق، وهي كمان لازم تقوم مبتسمة في وش ابنها، وده مستحيل لان هي كمان مش عارفه تقوم الساعه 6 الصبح. طبعا هي بتبقى مرحله، يعني بعد اسبوع الدنيا بتبدا تتظبط. فالمرحله الاولانيه من قبل المدرسه يا دكتور بقى طبعا طبعا اسبوع واحد. طيب الدنيا تبدا تتظبط. الاولاد ازاي يتقبلوا انه ينام بدري وهو مش متعود بقاله 4 شهور ينام بدري بشكل تدريجي؟ يعني مش ضروري نكون معوز سايبين الولد بينام الساعه 6 الصبح وفجاه تقول له نام الساعه 8 بالليل، اكيد مش هيحصل يعني. انما بشكل تدريجي الساعه 12، الساعه 1، الساعه 11 ونص، وده كل المساله ديت بتبقى الاسبوع الاولاني بس. يعني الولد لما يصحى 6 ونص ويفضل طول اليوم في المدرسه غالبا هيجي يعني في ميعاده هينام، فديت مش دي القضيه او مش دي المشكله اللي تقلقنا. انما المشكله اللي تقلقنا هي الامهات واولياء الامور. ايوه طبعا ما نقدرش ننكر انه الناس ديت او كلنا عايشين في هذا الضغط، ربما يكون هناك بعض الضغوط الاقتصاديه او الضغوط الماديه، بس احيانا الامهات بتعمل على نفسها ضغوط بجانب الضغوط اللي احنا عايشينها كلنا. بمعنى؟ والضغوط اللي هي بتعملها على نفسها غالبا من اسلوب وطريقه تفكيرها وشخصيتها. يعني مثلا كتير من الامهات تجيب اطفالها والولد اصله عدواني، الولد اصله بيتخانق، الولد اصله عصبي. طيب وانت بتعملي معاه ايه؟ تقريبا كل اللي بتشتكي منه هي بتعمله. كل اللي بتشتكي منه هي بتعمله. حاجه تانية، مشكله من المشكلات اللي هتواجهنا او اللي بتواجهنا من فتره الكيجي لحد الثانويه العامه. أيوة. هي الغلو في المعايير عند الامهات. بمعنى؟ الامهات معاييرها عاليه. فمثلا تخيلي حضرتك مثلا انه يجي طفل المفروض انه في كي جي 2، لسه مش عايز اقول انه كان في العياده معايا من شويه، يجي طفل كي جي 2 الام منهاره لانه اداؤه الدراسي ضعيف. اداؤه الدراسي ده اللي هو ايه؟ أيوة. ده يا دوب عرف له كام حرف انجليش وكام حرف عربي. اه والله. فاحيانا المبالغه وده تنبيه لكل الامهات، لان حاله المبالغه دي نفسها بتوقع اولاد في الثانويه العامه وبتضيع مستقبلهم. حاله المبالغه دي نفسها اللي هي المبالغه في المعايير، عايزه الطفل يكون مثالي 100% حسب المثاليه من وجهه نظرها، مش أيوة. المثاليه حتى المناسبه للسن ده. ليه الامهات عايزه اولادها يبقوا الاوائل؟ لأنه يعني ليه لازم كل عيالنا يبقوا الاوائل؟ لانه مش المهم يبقوا ناجحين، لانه متصورين انه النجاح بس هو نجاح التعليم. ويمكن يكون عندهم بعض الحق، لانه ما انا ما بقولش يبقى ناجح، يعني بقول انه يبقى ناجح يعني مش شرط يكون الاول، مش هيجرى حاجه لو بقى الثالث الرابع الخامس. خدي بالك ان اللي احنا هنقوله دلوقتي هو قريب قوي من الضحيه اللي احنا هنتكلم عنها في التنمر. فلما نكسر شخصيه الولد، لما نكسر نفسيه الولد، لما نضعف ثقته بنفسه طول الوقت بتعليمات مبالغ فيها ما ينفعش ينفذها طفل في سنه، لازم الاول. ولذلك لما اي ام بتسالني عن مشكله مع ابنها لازم نسال الولد ده سنه كام، لأن التعليمات المناسبة لطفل مثلا عنده 10 سنين مش هي نفسها التعليمات المناسبة لطفل في ثانوية عامة السنة دي.
فلازم نبقى معاييرنا مناسبة شوية مع الفئة العمرية أو المرحلة العمرية اللي الطفل عايش فيها. حضرتك عايز تقولي إن قسوة المعايير ممكن طبعاً تخلق طفل متنمر؟ لا، تخلق طفل ضحية. الطفل يتعرض للتنمر ويقبل هذا. طبعا طبعا، لأنه بقى ضعيف الشخصية، ما هو مضروب في البيت، ما هو متبهدل في البيت، ما هو طول الوقت زي ما حضرتك قلتي عايش مع أهل شايفين إن النجاح في الدنيا هو التميز الأكاديمي. أيوه كويس، حتى لو تميز أكاديميا بيبقى ضحية للتنمر. لسه نتكلم عن موضوع التنمر. يعني أحيانا الأطفال المميزين، سواء مميزين اقتصاديا أو مميزين أكاديميا، بيبقوا ضحية للتنمر. يعني دايما الطفل المتنمر بيختار ضحيته طفل عنده تميز علمي أو تميز مادي شوية، تميز اقتصادي. لأنه بيكون شوية وغالبا منطوي وغالبا بيبقى أضعف من الأطفال اللي هي الطبقة المتوسطة، لانه كل الطبقات المتوسطه بتربي عيالها على اسلوب خد حقك بالكلام، انما الطبقات اللي اقل خد حقك بالايد. فغالبا المتنمر شخص من الطبقه الاقل والضحيه شخص من الطبقه المتوسطه. بس خلينا نركن مساله التنمر ديت لحد ما نمشي مع بعض نشوف ازاي احنا بنخلق طفل يكون معرض للتنمر او ضحيه. أيوة. مش متنمر انما ضحيه. فنجد ان الامهات عندها قدر عالي جدا من المبالغه في المعايير اللي لا تتناسب مع طبيعه المرحله العمريه. فعايز الولد يقعد يذاكر بالساعه ونص والساعتين بشكل متوسط. طيب خلينا اقول حاجه لكل الامهات واحنا داخلين على عام دراسي جديد. الاطفال، خاصه الاطفال اللي لسه في مرحله الكيجي او في الابتدائي، الاطفال دي تقدر تركز بشكل متواصل قد عمرها بالدقائق. قد عمرها بالدقائق، يعني لو عنده 3 سنين ما يقدرش يركز غير 3 دقائق؟ يدوب. طبعا مفيش حاجة اسمها 3 سنين. يعني هي بتبدأ من 5 سنين يقدر يركز بشكل متواصل. أنا ما بقولش 5 دقائق في اليوم كله، متواصل، أنا بقول بشكل متواصل يقدر يركز 5 دقائق. ويقوم يعمل حاجة ويرجع تاني، يعمل حاجة يعني أي لعبة، أي كلام، أي هزار، أي حاجة. إنما إنه يسابر في التركيز ويسابر في مواصلة الاتجاه قد عمره بالدقائق. فإذا كان بنتكلم عن طفل عنده 10 سنين مثلا، نبقى عارفين ان هو يقدر يركز 10 دقائق. اكيد مش هيبقى ال 10 دقائق دول كلهم هو او دول بس هو اللي يذاكرهم في اليوم. انا عارف انه المدرسين كمان بيطلبوا هوم ورك وبيطلبوا، بس لازم نكون عارفين انه لما الولد يقعد بشكل متواصل، الطفل عنده 10 سنين يقعد بشكل متواصل لمده 30 دقيقه شغال، ده كده كويس قوي. فبلاش نعلي المعايير احنا كمان، يعني ممكن ناخد بريك، ممكن ناخد فاصل، ممكن نقوم نحمر شويه بطاطس في المطبخ، اي حاجه نعملها مع بعض وبعد كده يبدا يشتغل. ومفيش داعي نقعد نأنف فيه بقى، ومفيش داعي نأنف فيه، بس لما نعرف الحقيقه العلميه ديت ونبقى فاهمين ان هو يقدر يركز قد عمره بالدقائق، قد عمره بالدقائق. اعتقد ان ده يعني ممكن تكون حاجه مدهشه شويه وغريبه عند الامهات او اولياء الامور، بس دي حقيقه. الجهاز العصبي عند الاطفال يقدر يركز قد عمره بالدقيقه. فيبقى بلاش بقى نعلي المعايير، بلاش نكبت الولد، بلاش طول النهار زعيق وصريخ، والامهات تهدى شويه من المعايير العاليه اللي هي فيها، لانه احيانا المعايير العاليه ديت هتجيب نتيجه معاكي، هتجيب نتيجه بس هتدمر شخصيته. هتدمر شخصيته، وهيبان التدمير ده من اول اولى ثانوي او ثانيه ثانوي. قولي لي كده حضرتك، كم مره سمعت عن طفل طلع الاول مش عارف الابتدائي، طلع التاني على المدرسه، في الاعدادي طلع الاول مش عارف على المحافظه وهكذا، وعامل ترتيب. بنقول عليهم نيرد، بيبقوا غراب شويه كده، بيبقوا بالظبط، وعامل ترتيب. بس اول ما يوصل اولى ثانوي او ثاني ثانوي المستوى بيحصل ديتيريوريشن او تدهور. وتسمع بقى عن انه قعد سنتين في الثانويه العامه، والام تحلف انه ده طول عمره كان كذا وطول عمره كان كذا. هو اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انت ضغط عليه طول الوقت بحاجات تفوق قدراته الذهنيه، بحاجات تفوق المرحله العمريه، واول ما بيتعلم يتمرد، وهي مرحله المراهقه، فيتمرد على المذاكره، فيتمرد على المذاكره والام والاب والسلطه عموما. معانا شيماء من اسكندريه. اهلا يا شيماء، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا شيماء، اتفضلي. ايوه اتفضلي، سامعيني. ايوه حاطط التلفزيون، ثانيه واحده. اتفضلي. يا ريت يا ريت البرنامج ده يفضل على طول. الله يخليك، من يعني ربنا يخليك. قولي سؤالك ايه؟ سؤالي يا ريت كل وتجيبوا دكتور عبد المحسن بالذات، لان بيريح الناس بحالها، واقولهم انا. ربنا يحفظك، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا شيماء. احنا بنشكرك جدا يا شيماء، ربنا يحفظك. شكرا. اتفضل يا فندم، شكرا. فيبقى احنا بنتكلم عن ام عندها شويه مفاهيم خاطئه ومتصوره انه كده هتطلع الولد ناجح. لا، هو مش هيفضل ناجح على طول. هو لو قدر يستحمل تعليماتك العاليه في الرياضه،
انت تشوفي بعض الامهات لو الولد اخفق شويه في الرياضه كانه هو مستقبله في السباحه وكده مستقبله ضاع. في الرياضه لا ده في حفظ القران، لا ده في الانجليش، لا في المدرسه، عايز يعمل كل حاجه في الدنيا صح. لازم يعملها الولد. ولازم يعملها على اعلى درجه من المعايير، تاكدت كل ان الابن ده هيجي في مرحله المراهقه هيكون واعي. ده غير انه اصلا بيكون فريسه للتنمر، لان انت ما اهتمتيش.